فإذا كان يوم المعاد ولا الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما أو معذبا، ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع. في الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة، فالذي يحب الأخيار يكون مع الأخيار، والذي يحب الأشرار يكون مع الأشرار. نعم. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتيه، يقول أنا مالك أنا كنزك، وتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كما في الآية. عرفنا أن المراد بالكنز هو الذي لا تخرج زكاته. نعم. وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله. عاشق الصور اللي يعشق النساء ويعشق الجميلات في غير الحلال، في غير الحلال يكون عذابا عليه. نعم. وإن نال منهن ما يريد إلا أن هذا عذاب عليه. نعم. وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار. نعم. وعذب كل منهما بصاحبه. الزناة والزواني يوم القيامة يكونون في تنور من نار والعياذ بالله، يرتفع بهم ويهبط بهم. نعم. وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إيه نعم. فالأخلاء إذا كانوا في غير طاعة الله متحابين في غير الله فإنهم يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة ويعادي بعضهم بعضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يلعن بعضهم بعضا، يقول أنت السبب، أنت اللي أهلكتني، أنت اللي أوقعتني في هذا، أنت. نعم. وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ما لكم من ناصرين. نعم. وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. نعم. فالمحب كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه. نعم. فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى، ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا. يعني يجمع بينه وبين من يحب في الدنيا، المؤمن مع المؤمنين والكافر مع الكفار، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. المرء مع من أحب يوم القيامة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء